هو أن تستعيد المؤسسات الآن عافيتها واستعادة واستنهاض هذه المؤسسات للعمل من جديد كان مهم. أول لقاءات لنا كان مع السلطة المحلية في عدن وفي لاحق. نعم. وكانت يعني كان هناك روح إيجابية لأن كل هذه المؤسسات عندما رأت الحكومة لأنه الدعم الذي تتلقاه هذه السلطات مهم. نعم. دور السلطة المركزية مهم. نعم. يمكن حافظنا خلال الفترة الماضية رغم ما حدث رغم التجاذبات السياسية والأحداث من بعد أغسطس والنزاعات. نعم. حافظنا على مستوى معين حتى لا ينهار الاقتصاد. كان مستوى العملة وصل إلى 600 وشوية دولار ريال للدولار وبعدين عاد إلى 570 وحافظنا على ثقة في القطاع البنكي وغيره. نعم. لأن يتم ليكون الوضع مستقرا وآمنا. يمكن بالنسبة الآن للسلطات المحلية تكلمت أنت على خطة شهر أو شهرين. نعم. هناك دعم في مجالات الإصحاح، المياه، الصرف الصحي، الكهرباء والرواتب. مشاريع عاجلة فيما يتعلق بالمياه، المياه اللي توصل المواطن الآن 3 مرات في الأسبوع بنحاول نرفع إلى 5 أيام أو أكثر. فيما يتعلق في الكهرباء الصيانات الطارئة، فيما يتعلق في الرواتب بدأ الانتظام فيها، فيما يتعلق بكل هذه الأمور سيتم ترتيبها بشكل بحيث لا تتأثر لأنه عندنا الآن نقاشات فيما يتعلق بالحكومة، نقاشات في ترتيبات الأمنية والعسكرية. نعم. حسب بنود اتفاق الرياض. نعم. لكن مهم أن تنتظم عمل هذه المؤسسات وأن تقدم الخدمة للمواطنين. نعم. لا ينبغي أن يحس المواطن بأي أو تنتقل بهذه الصعوبات. نعم. الأحداث الأخيرة أثرت على المواطن بشكل كبير جدا. نعم. كل ما نسعى إليه الآن أنه تستعيد هذه المؤسسات عافيتها وتعمل نشر الطمأنينة بين الناس وكثير من الإجراءات التي سيكون لها أثر على المواطن خلال هذه الشهرين.